يعني هذا التعبير البحث عن الجمال، يعني في المقابل اللي حضرتك ذكرته دلوقتي، نقول البحث عن ايه؟ يعني الجودة مثلا؟ البحث عن الترجمة الفعلية للمحتوى الدرامي للمشاهد. هناك انك تبعد عن اساليب معينة في استخدامات الضوء وعدسات التصوير، انها ما تطلعش المكان بجمال انت مش محتاجه. ايوه ده بيبقى وعي المصور. يعني انا بعتقد لما اتيح ليا اني ادرس لطلب التصوير، كنت بقول لهم اهم ما يميز المصور الجيد الوعي، انه يبقى عنده وعي بالدراما اللي هو بيشتغل عليها. فكره التصوير في الشوارع، يعني لما بنشوف الافلام السينمائيه القديمه على سبيل التحديد في مصر والمتوسطه حاليا، يعني بنقدر نشوف القاهرة زمان، اسكندرية زمان، محافظات مصر كلها، بنشوف شكل الشوارع، ملابس الناس إلى آخره. فكرة التصوير في الشوارع هل ما زالت قائمة في بلدنا؟ التصوير في الشارع معاناة شديدة قوي لكل فريق التصوير، لأنه الناس عندها فضول وعندها حب للاقتراب من نجوم السينما والتلفزيون اللي بيحبوهم، فبيتجمهروا في مكان التصوير. ففكره انك تشيل كاميرا وتصور في الشارع بقت شديده الصعوبه، رغم ان التصوير في الشارع ممكن يبقى له معنى درامي كبير قوي. أيوه. لاحداث العمل اللي بيتناوله الفيلم او المسلسل اللي بيتعمل. طب ان جاء احد من الخارج ويريد ان يصور مثلا فيلم في مصر، فيلم اجنبي في مصر، هل متاح له انه ينزل الشارع وانه يعني يدخل في الاماكن الضيقه او الاماكن الاثريه او ام لا؟ اعتقد انهم بينجحوا في ده وبيحصلوا على الجوده المطلوبه اللي هم بيسعوا ليها. ولكن انا بتكلم عن السينما المصريه محدوده. أيوة. التكاليف. يعني انا سعيد جدا بحب الجمهور للفنانين، ولكن التصوير مكلف جدا. إيجار معدات وفريق عمل كامل، كل ده لو ما تمش إنجاز المطلوب في زمن قياسي بيشكل خسارة لشركات الإنتاج. فعلى الجمهور أن يكون متعاون. يعني لو في فرصة تسلم على النجم اللي أنت عايز تسلم عليه، سلم عليه وسيب المكان عشان الناس تعرف تشتغل وتنجز العمل اللي هم جايين عشان. يعني افلامنا زمان مثلا كانت فرصتها بنشوفها احسن. بنشوفها حاليا، بنشوف مثلا شكل الميادين زمان والشوارع فاحنا عايزين مثلا اجيال القادمه بعد 50 و60 سنه يشوفوا مدننا الحاليه بشكلها الحالي، ومحتاجين نصورها باحسن شكل ممكن. ايوه. مصر بلد حلوه قوي، ولكنها مظلومه في الشكل اللي بتطلع بيه على الشاشه. لان التصوير الجيد محتاج اشياء كتيره قوي. محتاج نوع من الدراسة لمكان التصوير وللحصول على أجمل الزوايا اللي يمكن من خلالها التقاط اللقطة المطلوبة. الراحل العظيم الأستاذ عبد العزيز فهمي كان بيقول لنا جملة، إن التحضير أهم من التصوير. إنك تبذل مجهود أثناء التحضير أهم من يوم التصوير نفسه. جميل.